مساء الخير. مرحبا، جزاكم الله خير ان شاء الله. مرحبا بك سعادتك في هذه الحلقه، ونحن بنتكلم عن اداره التوجيه وبنتكلم عن عدد من الخدمات يعني التي يقدمها جهاز الامن والمخابرات الوطني للعاملين في الجهاز وللشعب السوداني ايضا بصوره عامه. بدايه خلينا نتعرف على اداره التوجيه. متى تكونت هذه الاداره؟ يعني متى اصبحت اداره منفصله؟ وشنو هي ابرز مهام اللي بتقدمها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا التحية عبر قناة الشروق لكل أهل السودان بعيد الاستقلال المجيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خيرا وبركة لأهل السودان جميعا. أولا جهاز الأمن والمخابرات الوطني هو جهاز قائم بذاته وله استقلاله وشخصيته الاعتبارية، وهذا الجهاز مكون من عدة إدارات ومن ضمنها إدارة التوجيه. فهذه الإدارة أنشأت من عام 2004 وأصبحت إدارة التوجيه، وتقوم هذه الإدارة بالاهتمام بعضوية الجهاز، سواء كان ذلك بتقديم البرامج الاجتماعية وتقديم الخدمات كذلك للعضوية، والاهتمام بعضوية الجهاز وأسرة وأسر عضوية الجهاز خلال البرامج التقدم، سواء كان ذلك بجانب اجتماعي أو جانب معنوي، وتقدم الكثير لعضوية هذا الجهاز. دي إدارة التوجيه خاصة بالعمل الداخلي للجهاز وتهتم بعضوية الجهاز. أما الجانب الآخر اللي هو مكتب مساعد المدير العام للتوجيه، ده هو يقوم بالعلاقات التنسيقية بين الجهاز وشرائح المجتمع المختلفة. في إدارة التوجيه لها اختصاصات، ومساعد المدير العام للتوجيه له اختصاص آخر، اختصاصات أخرى. ومن ضمن هذه الإدارة هي الاهتمام بأسر الشهداء وبمتابعة أسرهم واحتياجاتهم. يمكن ده حيكون الموضوع الرئيسي يعني حنتكلم او حنتونس يعني به خلال هذه الحلقه. خلينا نتكلم عن علاقه اداره التوجيه او علاقه مكتب مساعد المدير العام للتوجيه بالجهاز الصله او المؤسسات الاعلاميه في السودان. يعني نشط في الفتره الاخيره مشاركات جهاز الامن والمخابرات الوطني في كثير من الفعاليات المجتمعيه، ويمكن واحدة من أبرز هذه الأشياء الرياضة، يعني والرياضة دي دائما أقرب للناس. رعايتكم أيضا للخرطوم الوطني، كانت رعاية موفقة تخيل لي الآن وصلت 3 سنوات تقريبا. فنتكلم عن هذه المشاريع وغيرها يعني، وعلاقتكم مع المؤسسات الخارجية. بدأ يعني نحن علاقتنا هي ليست بالرياضيين فقط، وإنما بكل شرائح المجتمع. إذا بدأنا علاقتنا مثلا بالخلاوي، بالطرق الصوفية، بغيرها، نحن نقوم بإيفاد عدد من عضوية الجهاز لما يسمى بأسابيع الصفا وتحفيظ القرآن. فهنالك يعني علاقة قوية بيننا وبين الخلاوي، نقدم كذلك الدعم لهذه الخلاوي خلال شهر رمضان بما يسمى طرد شهر رمضان، يشمل عدد كبير جدا من الخلاوي على مستوى كل الولايات في السودان. كذلك عندنا تواصل مع كل الفرق الرياضية الموجودة، سواء كانت دعم ماديا أو معنويا، وأنتم شهود على ذلك يعني في مسألة الإعلام. كذلك عندنا علاقة بالفنانين وبالشعراء، يعني نحن لا نمون على أحد، ولكن نقوم بزيارتهم ونتفقدهم ونرعاهم، ولنا يعني مستشارين في هذا الجانب، سواء كان في جانب الفن او في جانب الرياضه وغيرها من الاشياء. يعني نحن نقدم الدعم حتى في اشياء قد لا تظهر للاعلام، ولكنها هي خفيه، يعني ان تبدوا الصدقات في ما هي وان تخفوها وتؤتوها كذا. نحن بنقدم هذه الخدمات، وهي اساسا هي من 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 من, من الصناديق خاصه بعضويه الجهاز، يتم بعد ذلك تنميتها، وهي بتعود على كل الشرائح الاخرى اللي احنا عندنا بها علاقه بيننا وبين الجهاز. يعني كثير من شرائح المجتمع، يمكن برضه واحده من اهم الشرائح دي واكثرها دائما، يعني احنا دائما بنتكلم لما نتكلم عن المعاقين بنقول انه احنا محتاجين انه نسين قوانين، محتاجين انه نهيئ البيئه
للمعاقين مش فكرة أنهم يندمجوا في المجتمع، هم عندهم إسهاماتهم الخاصة وعندهم إشراقاتهم التي قد تفوق يعني الآخرين كثير. يعني أنتم برضو لكم كثير من الإسهامات يعني مع هذه الشريحة، تسهيلات كثيرة وأيضا حملات وقوافل كثيرة كان بتستهدف أنه تقدم لهم خدمات. نعم، عندنا علاقات بهؤلاء المعاقين، وكذلك عندنا علاقات بكبار السن اللي هي دار العجزة، بنقدم بعض البرامج بالتنسيق مع الجهات القائمة بذلك الأمر. فأشياء كثيرة بنقدمها لا يمكن إحصاء يعني وحصرها صراحة يعني، وهي بتجد وقع عظيم جدا جدا في نفوس إخواننا يعني المستفيدين. حنتواصل معك سعادة العميد في الحوار في هذه الأمسية، لكن دعنا نأخذ استراحة.